سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو، مرحبا بكم في القناه، مرحبا بكل واحده جديده معنا. اليوم الفيديو تاعنا راح تكون تم العرايس، تهم اللي قرب عرسهم وحتى العازبات. الفيديو راح نحكيو على العنايه الكامله بالمنطقه الحساسه. ما راحش نكثر عليكم الهضره، راح نعطيكم ديريكتومون نقاط مهمه، نعطيكم دي برودوي باينين والنتيجه تاعهم فعاله ونفعوني ونفعوا الف وحده. يعني ما راح نكثر لكم وصفات لا لا، راح نعطيكم ديريكتومو لب الموضوع. اوكي انا حبيبتي، قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش انك تشتركي في القناه اذا كنتي جديده، ديري لي جيم للفيديو وخلي لي كومونتير حلو، واي استفسار تحبي تسقسي ابعثي لي في الانستغرام راح نجاوبكم كامل. راهو في صندوق الوصف. حاجه حبيباتي لازم تفهموا بلي المنطقه الحساسه يكذب عليك اللي يقول لك ما تبيضش وتبقى سمراء وتبقى كحله وتبقى كيما راها، غير يهبط لك في المرار ويخرط عليك. المنطقه الحساسه هذيك ولا اي منطقه في الكوخ تقدروا تبيضوها وتقدروا توحدوا اللون تاعها وتقدروا ترجعوها كيما راكم حابين. دوك نفهمكم علاش. انت كي ستي بيبي ولا ملي كنتي طفله صغيره كاين لا كولور تاع لابو تاعك كامل متوحده، سواء كنتي سمراء سواء كنتي بيضاء، عندك لون موحد، ما كانش فيك ليطاج، ما كانش فيك الاسوداد، ما كانش فيك الجفاف، هاد الحوايج ما كانوش فيك. فاي حاجه ما زادتش معانا نقدروا نبدلوها. الحاجه اللي ما نقدروش نبدلوها هي الحاجه اللي زادت معانا، زدنا بتشوه ولا زدنا بخلقه معينه، هذيك صح ما نقدروش نبدلوها. مي حاجه جات بعوامل ومع الوقت تراكمت هذاك الاسوداد ومع الوقت صار جفاف طبعا باسباب الاهمال الى اخره، هنا لازم ندولها حد ونبداو نعالجو فيها. وحاجه مهمه البنات، ماشي لازم كي قرب عرسك يبقى له شهر شهرين تبداي تجربي لي في البرودوي وبعد تقولي لي ما داروا والو. العنايه بالمنطقه الحساسه ولا اي بلاصه في الكوغ لازم لها مده على الاقل 6 شهور. ايه على الاقل 6 شهور باش تلقاي نتيجه، ما كانش حاجه نبدلوها بليله ونهار. نعطيكم دركا اسباب. شوفوا انا شحال نهضر لكم في الفيديو، نهضر لكم على الاسباب، الاسوداد، المناطق الحساسه والمشاكل كامل اللي تقدر تصرانا في المناطق الحساسه في الكور تاعنا، سواء في الابيطين سواء في الركب سواء في لازو انتيم. يعني ماشي شرط لازو انتيم برك، نحكي على الكور كامل عندكم فيه اسوداد ولا بقع داكينه. نهضروا على الاسباب ونهضروا على الحلول طبعا، ونفهمكم نصائح طبعا تفيدكم كبنات عزبات ولا مراهقات ولا حتى عرايس، ونمد لكم دي برودوي انا استعملتهم شخصيا وتفاجأت بالنتيجه. تفاجأت، تعرفوش معناها تفاجأت، ولكن لازم لكم الاستمراريه ونعطيكم بروغرام كامل كما كنت نديرو انايا باش يخرج عليكم. اول سبب حبيباتي اللي يخلي المنطقه الحساسه سمراء ومن بعد سوداء ومن بعد جافه ومن بعد تولي تعيف تولي ما تقدروش تحملوا تشوفوا رواحكم، وكي تشوفي روحك تشوكي تقولي انا هكا، تقولي كي نتزوج كيفاه راح نقابل راجلي. دركا اول سبب هو انه المنطقه الحساسه هذيك كي نغسلوها ما نشفوش، هذه اول سبب. الماء يتراكم الماء ومن بعد نلبسو حوايج، يعني نلبسو حاجاكم الملابس الداخليه تاعنا ونلبسو السروال، وتخيلوا يعني الماء وما كانش تهويئه اوتوماتيك راح يجي فيها البكتيريا اول حاجه وتسمار وتجف وحالتها حاله. لاحظوا برك يعني كي تلقاو مجرى حاجاكم زيكو ولا اي بلاصه متراكم فيها الماء وهذاك الماء ما يتنحاش يعني ما يتنشفش، راح تلقاوها مع الوقت سودت هذيك البلاصه، تولو ديك البلاصه ولا ديك المجرى كحله. جربي بك في داركم حطي الماء وخليه هنا في الكراج عادي، خلي الماء في الكراج درك شوفي كيفاه الكراج تاعك ولا الفايونس تاعك ولا يولي اسود. درك نفس الشيء المنطقه الحساسه هذيك لازم ولازم لازم ينحيها لك لا طبيب لا طالب. كل ما تستنجي حاجاك ما تواليت تنشفي، نشفيها كيما تنشفي وجهك واغسليها كما تغسلي وجهك. ماذا بك مره في النهار، اختار في النهار بك اغسليها بصابون حجره. اللي عندها حساسيه ولا اللي تخاف كاع كاع دير صابون الحجره يعني رائع، ولا صابونه الافوكادو. دوك نحط لكم لا فوتو تاعها هنا، هضرت لكم عليها تبيض هذه وترطب بزاف حايله، ننصحكم بها. ولا غسول تشروه من الفرماسي واغسلو به، يعطيكم نتيجة رائعة مرة في السمانة وتنشفولي هذيك المنطقة الحساسة بيان بيان بيان.
قبل ما تخرجي من التواليت وتلبسي حوايج قطنيين. الحشرة ملابس داخلية كيكونوا نيلو، راح يديروا لكم الحساسية الداخل ويديروا لكم الحرقة الطيب والطياب ويديروا لكم بكتيريا. فالملابس القطنية هي اللي تخلي ديك البلاصة رطبة، وكي تجوا ترقدوا مدى بكم تنحيوا ملابس داخلية، لبسوا دي شورت، لبسوا من الأحسن تلبسوا لي دي شورت ولا هكا سراو ولا خفاف، وارقدوا بهم باش ديك المنطقة تتهوى. هذا أول سبب، والحل تاعوني عطيتو لكم. أول سبب، المنطقة هذيك احنا ما عندناش ثقافة انو ننظفوها كيما ننظفو لابو تاعنا، ولا نشفوها كيما نشفو لابو تاعنا، دايرينها باللي هي منطقة متخبية متباج خلاص. يعني ملي كنا صغار ما عندناش ثقافة هذيك تاع ننظفو ونشفو، ما كانش هذه، زعما نغسلو بالماء ونجو خارجين. مع الوقت مع الوقت هذيك البلاصة واش ولات؟ ولات سمراء، ومن بعد ولات لي كحلة، ومن بعد نحصلو فيها. ثاني بالنسبة للترطيب، ما تنساوش ترطبوا، لازم ترطبوا. اشري مرطب، يعني اللي ديريه لوجهك، ديريه المنطقة الحساسة هذيك، اللي يخرج على وجهك يخرج عليها ماشي حاجة. من الأحسن انكم تشتروا مرطبات من الفارماسي، استعملوا ترطيب، لازم ترطبوها. وعلاش انا قلت لكم استعملوا صابونة الافوكادو؟ هذيك صابونة ترطب، واش نقول لكم، تقولوا حطيتو مرطب يعني باش ما تشقايش، تحطي لي غسول ومن بعد مرطب شون تتعبي وتدي وقت، اغسلي برك بهذيك الصابونة، ضربتي عصفورين بحجر، غسلتي وفي نفس الوقت رطبتي، اون بليس تبيض مع الوقت هذيك هذيك الصابونة. لازم مره في النهار ديري وقت كي تحبي ترقدي في الليل، روحي للتواليت ولا للدوش اغسليها ونشفيها ورطبيها، وكذا كنتي حترقدي ماذا بك ما تلبسيش ملابس داخليه ضيقه ولا تاع نيلو، ما تلبسيش كاع، البسي دي شورت ولا دي سيكليس باش البلاصه هذيك تترطب، عفوا تتهوى. هذه اهم حاجه. واهم فتره هي فتره الحيض، هي الفتره اللي لازم تهتموا فيها، دبروا راسكم، هي 5 ايام ولا 6 ايام فتره الحيض او الدوره الشهريه. كنت تهمل روحكم فيها، خدمه شهر تروح في نهار، باسكو هذيك الفتره يكون دم فاسد خارج لك، فالجراثيم مع التهويه ما كانش، كنتي لابسه فوطه صحيه حاجاكم، يعني دي لكم الاسبيتات اكثر واكثر، ودي لكم حساسيه اكثر اكثر. فهذيك الفتره لازم تهتموا اكثر، تغسلوا 2 خطرات في النهار بغسول ولا بصابون، تنشفوا ما تخليوش الماء، تبدلوا فوطه الصحيه تاعكم على الاقل 3 خطرات 4 خطرات في النهار، ما تخلوش الفوطه الصحيه تاعكم تتعمر، جامي شتيها تعمرت ارميها، باسكو جوست راكي لابسه فوطه صحيه وتكملي بها الجغني كامل تاعك وفيها الدم حشاكم والتهوي انا كانش، وكي تغسلي ما تنشفيش، يعني الماء مع الدم الفاسد مع اللي حشاكم من الفوطه الصحيه كارثه، مسخه مش نظيفه. يعني راح قلت لكم خدمه شهر كامل تروح لكم في نهار. فاهم هذيك الفتره هذيك اهم وقت لازم تهتمي بالمنطقه الحساسه تاعك. ديري خصي اوقات، كل ما تدخلي للتواليت لازم يكون معك بابي جينيك ولا معك فوطه اللي نشفوا بها، جيبي فوطه صغيره هكا. كي تغسلي اغسلي بجل نوتوايو تاعك ولا بغسول ولا حاجه، استغفر الله يا ربي، ولا صابون، ولا المهم اغسليها نشفيها ورطبيها ولبسي فوطه نظيفه وهذا مكان ورطبوا وديروا. تقدروا تزيدوا زيوت كيما زيت الورد ولا في الليل هكا باش تحافظوا على هذيك المنطقه، تخصوا في الفتره هذيك نتاكد عليها. هذيك اكثر فتره انا كي نهمل روحي فيها نحس بلي ديك المنطقه ولات سمراء اكثر، يعني تخيلوا غير في 5 ايام ولا 6 ايام تشوفوا الفرق، يعني كي تهملوا روحكم. فاتونسيون، اهم حاجه وليت نحط ديما في بالي، فتره الحيض لازم 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 تدي اهتمام اكثر من الايام اللي. السبب الثاني حبيباتي، واللي هي تراكم الخلايا الميته في المنطقه هذيك، ما نقشروش هذيك البلاصه، لازم التقشير. كل ما قشرتوا سواء بمقشر طبيعي ولا شريتوه من واجد، ينحي لكم هذيك الطبقه الخارجيه، هذيك الطبقه الخارجيه هي اللي تكون سمراء، وينحي لكم هذوك القشور كامل. فحاولوا انكم ترطبوا، من الاحسن انكم ديروا يعني المقشر المشهور كامل، قهوة زيت زيتون وشوية حليب، خلطوهم مع بعضهم وقشروا بها المنطقة الحساسة هذيك،
ولي عندها وقت ولا اللي تحب زعما ما عندهاش مشكل في العنايه، باسكو كاين اللي يتعبوا بزاف انهم يديروا عنايه خاصه للمنطقه هذيك، كما يديروا لابو تاعهم مره في السمانه، قشري وديرها ماسك. ايه ديرها ماسك، وي كيما ديري وجهك ديرها ماسك، حبيتي ماسك تاع خيار، حبيتي ماسك يا اورت، حبيتي ماسك واجد، المهم ديرها ماسك مره في السمانه يكفي. يعني راح يعاونك بزاف في تفتيح المنطقه ويرطبها عليك وكامل اذا ما عندكش مشكله في العنايه. ما اذا ما عندكش وقت وكامل، دوك في الاخر الفيديو راح نعطيك دي برودوي يعني ثمثم ينفعوك ويهنوك. حاجه واحده اخرى حبيباتي، واش يقولوا طريقه نزع الشعر. طريقه نزع الشعر ماشي هي السبب باش ديك المنطقه الحساسه تسمار، يعني كي تنحي بموس الحلاقه ولا برجينا ولا بوش حبيتي، ما كانش سبب يعني من هذا انه يدير لكم الاسودات، ما كانش يعني نورمال. يعني كيما راكي تنحي في رجليك ولا في يديك بالموس الحلاقه نفس الشيء، على يدينا ما يكحلوش ومنطقه هذيك تكحل، فما عندهاش علاقه. يكذب عليك اللي يقول لك موس الحلاقه هو اللي راح ينحي يدي الاسودات ورجلنا تبيض وما على باليش، ما عندها حتى فايده. اون بليس هذيك المنطقه يعني حتى كي تكوني متزوجه راح تضطري وتضطري انك تنحي بموس الحلاقه، يعني غازوار ما كانش حل اخر. انا قلت لكم ما فيها حتى علاقه، نحيو بالطريقه اللي تحبوا نتوما اللي توالمكم ولي تخرج عليكم، والعنايه هي اللي تبيضها لكم منطقه الحساسه. نحيو نورمال، نحيو نورمال بالجوطابل. ومن الاحسن انه ما تخليوش الشعر هذيك تاع لازو انتيم انه يطوال اكثر من اسبوعين، باسكو الشعر كل ما بقى في المنطقه هذيك مع التهويه ما كانش، مع النظافه ما كانش، راح يدير لكم بكتيريا، وهذيك البكتيريا راح تدير لكم حكه وتدير لكم انفيكسيون وتسمار هذيك المنطقه الحساسه. دونك ما تخليوش الشعر يطوال، نحيه سواء كنتي عازبه سواء كنتي متزوجه لازم تنحيه. ماشي تقولي راه متخبي ما يبانش، يدير لك الحكه ويدير لك الرائحه، يعني تولي عندك ريحه كريهه حتى وكانت تدوشي مليون مره في النهار، وهذيك المنطقه فيها الشعر راح يطلق لك ريحه وتقولي كل دقيقه تحكي كي الجربه تمشي وتحكي. درك لازم ديما الشعر هذاك ما يكونش فيها. كي تنحيوا الشعر ما تنساوش ترطبوا، لازم ترطبوا. دوك نعطيكم دي برودوي في الاخر الفيديو، راح نعطيكم دي برودوي شوفوا ماهمش بزاف، واحد الربعة ولا خمسة مكي تجربوهم، امنوني باللي في شهر تلقاو عليهم الريزولتا في شهر. الوغ حبيباتي راح نبداو في لي برودوي، نهضر لكم على لي برودوي اللي جربتهم، ما نكذبش عليكم نتيجة رائعة رائعة رائعة، ولكن يمشيو قام وحدة. انا درتهم قام وحدة ما نقول لهم كل حاجة وحدها، درتهم قام وحده درت لهم بروغرام كامل. اوكي شوفوا راح نعطيهم لكم بالوحده، راح نسمي لكم كل وحده واش دير وكامل، وفي اخر الفيديو راح نحط لكم بروغرام مخدوم يعني كل نهار واش ديروا فيه. اوكي اذا تبعتوا هذه الطريقه الشهر اربحوا، حاسبوني في لي كومونتير اذا هذوك البلايص ما بيضوا لكمش. داكوغ تبعوهم كيما راني نقول لكم. اوكي الوغ اول برودوي، هاد البرودوي هادو زوج. اوكي هادو زوج، هادو تشروهم من الفرماسي، دي كريم تشروهم من الفرماسي. اوكي الاولى تاع دي بي وايت هادي، راكم تشوفوا باينه مكتوبه بلي ضد الاسوداد وضد المناطق السوداء وتفتح المنطقه المنطقه السمراء الى اخره، وتنحي لي طاش لي طاش حتى لي طاش تاع الحب تنحيه، هذه تنحي لي طاش تاع الحب. دوك تقدروا تستعملوها في لابو تاعكم في وجهكم اذا كان عندكم ديتاج تاع حب، واستعملوها في لازو انتيم. واش دير لكم هذه؟ كي تحطوها في الميوله راح تلاحظوا بلي البشره تاعكم تتحسس بزاف حمراء وبدات تقشر، راح يبقى تحرقكم تقعدوا تحكوا، صبروا عليها شويه. هي تحاول انها تنحي ديك الطبقه الفوقانيه، شغل تقشر تقشير كيميائي، مع الوقت راح تشوفوا ديك البلاصه ديك تقشرت، يبداو يطيحوا قشور من هذيك المنطقه وراح تتفتح. واش نقول لكم واش نحكي لكم واش نحكي لكم، كاين هذه رائعه بزاف تبيض، استعملوها وين حبيتو في لازو انتيم، في الابيطين، في لابو، عندك حب. انا كان عندي ديتاج تاع حب في ظهري درتها، واش نحكي لكم قشرت لي المنطقه هذيك نحيتهم لي بزاف بزاف حيله. السعر تاعها كيما راكم تشوفوا دير 200 وحاجه، اشروها من الفارماسي. اوكي الكميه تاعها راهي تجي قليله مي تشد لكم. الوغ
ديروها. دوك نعطيكم بروغرام، دوك نعطيكم بروغرام نقولكم وقتاش راح ديروها ولا وقتاش راح تستعملوها. لا برودوي دوزيام هو هاد لا كريم، نفس الشيء حتى هي نفس الفعاليه نفس الخدمه للتفتيح والتقشير، تقشر وتفتح حتى هي تقشر لكم المنطقه هذيك، تقشر لكم الجلد هذاك. تستعمل نهار بعد نهار بالبرودوي الاول تاع دي بي وايت. دونك نعطيكم بروغرام وتشوفوا نهار بعد نهار. اوكي كي ديروا الاولى نهار ثاني ديروا لا دوزيام، رائعة جدا. تقدروا تاني تستعملوها في الحب يعني في الليطاش وفي الوجه تاعكم نورمال. انا هاد الزوج عطاهم لي طبيب، يعني ما جبتهم لكمش من راسي، عطاهم لي طبيب هو اللي قال لي ديريهم نهار بعد نهار. الوغ اشريهم نورمال بلا وصفة طبية، تروحوا للفرماسي اشريهم يقشروا المنطقة ما نحكي لكمش. اوكي كان واحد البرودوي واحد اخر ثاني حتى هو تاع تقشير ميرا، هما واش عندي ضربك خلاص لي راح نحط لكم الفوتو تاعو. هذا ثاني ما هذا غني عن التعريف. اوكي اشريوه، تقدروا تشريه وحده، انا ما خلطت مع والو، كنت نستعمل فيه بكري وحده. روعه البنات روعه. مي انا مشكلتي ما داومتش عليه، ندمت كي ما داومتش عليه. 3 ايام الاولى راح يبدا يقشر لكم لابو، ينحي لكم الجلد الميت ويبيضها. انا ما داومتش عليه، غير بدا يحرق لي طيشته ما كانش على بالي. ومن بعد كي كنت نعالج على لي طاش تاع الحب كامل عطاهم لي طبيب ونصحني انهم للتفتيح، يعني نقدر نستعملهم في ليزو انتيم، واستعملتهم ما نكذبش عليكم، تهنيت من حاجه اسمها الاسويداد. بس كل الاسويداد هو مش شيء، هو راه غير ذاك الجلد طبقه جلديه فوقيه سوداء متعرضه للعوامل اللي كنا نحكيو عليهم. دوكا تنحى برك ويرجع جلدك نورمال، بس كل جلد يتبدل الوغ، وكي ينتج جلد جديد راح ينتج جلد طبيعي، طبيعتك انت جلد متفتح كيما خلقو ربي. لا برودوي ثوازيام نحكي لكم عليه حيل بزاف بزاف بزاف، اشريوه. يدير 140000 كيما راكم تشوفوا هذا الرذاذ هذا، شغل هو دي شغل كل فشفاشة هكا تفشوا على الكوغ تاعكم ولا المناطق الحساسة، ولا هي للتبيض كي يديروها في الوجه كي تحطها في اليدين كي يديروها العرايس باش يبيضوا. مي صراحة العيب اللي فيها انه كي يكون لابو تاعك ناشفة تبان بلي كي حاطة حاجة، صافي لازم لابو تاعك تكون رطبة باش تقدري تحطيها في يديك ولا في وجهك ولا مليحة تهبل حتى المكونات تاعها كامل طبيعيين كيما راكم تشوفوا فيها مكونات. هما اصلا هاد المكونات كنت تستعملوهم وحدهم تداوموا عليهم يبيضوا ويعالجوا لابو يعني كامل طبيعيين. استعملوه، انا نستعملوه في المناطق الحساسه مرات هكا نحب نديرو في وجهي يبيض، تحبوا ديروا في يديكم اذا شتو يديكم مسمار ومعسم شو كامل ديروهم. بزاف بزاف حاجه ننصحكم به، انا ما غاديش نكفلكم الهضره، ننصحكم وخلاص ديروا واش راني نقول لكم. روحوا اشرو هادو لي برودوي وجربوا البروغرامي حنا نعطيهم لكم. دوك نحط لكم لا فوتو تاع البروغرام، ديروا كابتور وخدموا عليه. اوكي دير 140. كان برودوي واحد اخر وهو اخر برودوي تاع هذه النيله الزرقاء او كريمه تاع النيله الزرقاء الطبيعيه الصحراويه تاع شاغانا من لا مارك شاغانا. ما كاينش لي ما هضرتش عليها، كاع اليوتيوبرز هضروا عليها. وكي شريتها انايا شوفوا هي شوفوا هي ما خدمتها تبيض، ما عندها ما خدمتها لا لتنحي الحب لا والو، ما يكذب عليك حتى واحد. مي حاجه طبيعيه اكيد نحن نلقاو فيها فوائد اخرى، ماشي نقولوا تبيض برك ما خدموهاش على جال انها تبيض برك، يعني لا زرقاء ينحوها من الاصل تاعها من الصحراء، وديروها ديروا معاها نورمالمون ديروا معاها شويه ماء ولا تشروها ب 320، تجيب 320 مي ولا تستاهل ماشي خساره. اوكي يعني ما تخلطوها مع والو، ديروها في لابو تاعكم. واش نحكي لكم البنات، تبيض من اول استعمال. فهي تستعمل الوجه ديروها حتى في المناطق الحساسه تاعكم، ماكمش خاسرين ولا ما خساره في لا زون انتيم تاعكم، سورتو العرايس اللي قرب عرسكم داوموا عليها مرتين في السمانه ما فيها والو، تدي منك يا ربي ربع ساعه. حطيها وخليها ربع ساعه واغسليها مرتين في السمانه راح تبيض لك المناطق هذوكا. واش نحكي لك يعني نتيجه رائعه جدا. نورمالمون هذا ما كان حبيباتي، ان شاء الله نكون فاتكم. دوكا نحط لكم لا بروغرام، ديروا ليه كابتور وجربوه امشوا به وراح تلاقوا نتيجه ان شاء الله. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، واذا عجبكم لا فيديو خلوا لي رايكم في الكومنتار، واي استفسار راني متواجده في الانستغرام. تبقوا على خير وباي باي.